بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله نتكلم على السيبتيك أرثرايتس. قبل ما go in details في الموضوع السيبتيك أرثرايتس، عايزين نعرف background pathology، نتكلم فيه عن inflammation. لو فهمنا الباكجراوند الباثولوجي دي، فهمنا يعني ايه inflammation from pathological point of view، هنبتدي نفهم موضوع septic arthritis as an example of inflammation. طيب ايه المواضيع او ايه النقط اللي احنا عايزين نعرفها في inflammation؟ عايزين نعرف يعني ايه inflammation، ايه الديفينيشن، تاني حاجة ايه types of inflammations، ايه causes of inflammation and pathogenesis and clinical picture and sequelae or complication. طيب الانفلاميشن عايزه احفظ فيه كلمتين، عايزه احفظ فيه اللي هو هيحصل رياكشن في ايه، في فاسكولارايزد ليفينج تيشو، يبقى دي اهم كلمه. يبقى هيحصل مشكله في نسيج عندنا في الجسم، بس لازم النسيج ده يكون ايه، ريتشينج بلاد فيسلز، دي اول كلمه. تاني حاجه حصل كنتيجه لمين، الاستيمولس عملت مشكله في التيشو ده ولكنها ما كانتش سيفير انف اللي هي تعمل نيكروزس او ديث اوف ذيس تيشو. يبقى يعني ايه تاني inflammation؟ هو عبارة عن local reaction، فين الكلام ده؟ في vascularized living tissue to an injurious agent provided that the stimulus is not severe enough to cause necrosis of the tissue. طيب ايه ال triggering factor دي او ايه ال causes دي؟ قال لي ممكن تبقى non living agent like مثلا حاجة chemicals او radiation، ممكن تبقى living agent زي ايه؟ زي bacteria, virus, fungus and so on، ممكن تبقى as a part of immunological reaction. طيب تاني حاجة هنتكلم عليها الباثوجينيسيس. الباثوجينيسيس احنا عايزين نفهم، طيب الانفلاميشن ده التريجرينج فاكتور دي هتعمل ايه في الفاسكولارايزد ليدنج تيشو؟ قال لي هيحصل تغيرات على مستوى حاجتين، على مستوى البلود فيسلز وعلى مستوى السيلز. على مستوى البلود فيسلز هيحصل فيها ايه؟ احنا عارفين ان البلود فيسلز دي بتبقى lining by cells اسمها endothelium، صح؟ الاندوثيليوم دي هتبتدي تبعد عن بعضها شوية عشان توسع المسافة اللي ما بينها، فتسمح بمرور الخلايا، تمام؟ دي أول حاجة هتحصل. يبقى تاني حاجة الكاليبر ذات نفسه هيزيد، يبقى هيحصل فيها vasodilation، يبقى يحصل vasodilation وهتزيد ال space in between the endothelium. طب يجي يقول لي ليه الكلام ده؟ انا عايزه اعمل ايه، انا عايزه اوسع المساحه بتاعه البلاد فيسلز عشان اسمح بخروج الخلايا الدفاع بتاعتي. انا المكان ده دلوقتي بقى فيه مشكله ايا كان، بكتيريا فيروس ايا كان، فانا جسم اللي هو بقى الجيش بتاعي خط الدفاع الاول هو الخلايا الواي بي سيز، عايزه تيجي بكميه كبيره في المكان ده عشان تقوم بالدفاع عن الجزء ده. طيب فانا هعمل ايه؟ هوسع لها الشارع، هوسع لها الشارع بتاعي اللي هو مين؟ هو blood vessels. يبقى أنا هوسع الشارع، هيحصل vasodilations وهمنع وجود أي حاجة تعيقني، يبقى أنا هوسع كمان ال spaces between endothelium، فتخرج كمية كبيرة من الخلايا في الحتة اللي هي بقت فيها إيه؟ بقت فيها مشكلة، تمام؟ طيب الخلايا دي ال cellular changes طبعاً مش تبقى هي هي في نفس كل مشكلة، يعني مثلاً لو أنا كانت ال triggering factor هنا عندنا كانت bacteria، هتجيلي نوع من الخلية تفرق لو كانت هي فيروس. يعني لو بكتيريا معروفة خط الدفاع الأول هتبقى مين؟ هتبقى نيوتروفيلز، عكس لو كانت فيروس هتبقى إيه؟ هتبقى لينفوسايت وهكذا. يبقى إحنا بنتكلم بس على البيزس اللي هو هيحصل فيه تشينج في الفاسكل في البلاد فيسل وتشينج في السيلز، بس مش هناخد إن ديتيلز بقى في كل كيس هيحصل إيه، إحنا بناخد اللي هو البيزس اللي إحنا المفروض نفهمه. يبقى احنا كده وصلنا على الصوره دي، ادي كانت البلاد فيسلز عندي نورمال كاليبر في النورمال ستيت، ما كانش فيها اي حاجه. هنا وانس بقى فيه انفلاميشن هيبتدي الكاليبر اهين، هو هيحصل فيه ارتيريال دايلاتيشنز، هيحصل فيه انكريز من البلاد فلو، اكسبانشن في الكابيلاري بيت، والخلايا هيحصل فيه ايميجريشن للحته اللي فيها افكشن. هو ده يعني انفلاميشن. خلينا من ديفينيشن، تمام؟ تاني حاجه الانفلاميشن ده اللي هو كان مكتوب في السلايد اللي فاتت، تلاقي التايبس بتاعت الانفلاميشن، قال لي على حسب هو الديوريشنز اوف ذيس بروسيس، اخذت وقت قد ايه؟ يعني ممكن تبقى اكيوت within hours to days، ممكن تبقى كرونيك، لا الموضوع ده ياخد ايام اسابيع شهور، ممكن يبقى سب اكيوت، ممكن يبقى هايبر اكيوت انفلاميشن. ولكن اللي يعنينا الاهم اللي هو يبقى اخطر حاجه اللي هو الاكيوت، اللي هو تحصل التغيرات دي سريعا جدا خلال ايه؟ hours to few days، تمام؟ طيب الكلينيكال بيكتشر، الكلينيكال بيكتشر هنفهمها منين؟ من الباثوجينيس اللي احنا قلناه. نرجع تاني للباثوجينيس عشان هنربط هو ما بين الكلينيكال بيكتشر. انا دلوقتي عندي بلود فيسلز،
حصل فيها ايه؟ حصل فيها dilatation. يبقى الحته لو انا خدناها مثلا فور اكزامبل في صبعي، لو صبعي كان فيه انفلاميشن، وهنا بلاد فيسلز الخلايا اللي كان البلاد فيسلز في صبعي ده حصل فيها فازو دايلاتيشن، يبقى صبعي ده هيبان ايه؟ هيبان احمر نتيجه اللي هي الشرايين بقى والاوردي والحاجات اللي تحت دي بقت فيها دايلاتيشن. تاني حاجه هاجي المسه بايدي الثانيه هلاقيه سخن، ليه؟ في بلاد فلو زاد. تاني حاجه يبقى هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه hotness، هيبقى فيه redness، هيبقى فيه swelling. ليه؟ احنا عندنا blood vessels زادت وخلايا واي بي سيز جت وبقى فيه some sort of inflammation. كل الحاجات دي هتعمل بين، هتضغط على البلود، هتضغط على النيرف اللي جنبها فتعمل بين، وكمان loss of function، مش هقدر استخدم العضو ده، صبعي هيبقى واجعني مش هقدر اثنيه وافرده، لو كان في ركبي مش هقدر امشي عليها قوي. خلاص يبقى هي دي ال local signs of inflammation. يبقى local signs of inflammation في أي حتة في جسمي هم 5 حاجات، هم cardinal اللي هم ال hotness وال redness وال swelling and pain and loss of function. طيب لو كان كلمنا ده كان local فقط، طب ال clinical picture لو كان الجزء الثاني هيبقى systematic. يبقى احنا clinical picture عندنا بتحصل local في المكان اللي حصل فيه inflammation، و systematic يعني هيتأثر ازاي بقية الجسم، هيبقى فيه some sort of fever, malaise, loss of appetite. تمام، يعني ده الجسم بيحاول يتكيف او بيحاول كمان هو يدافع عن نفسه. الفيفر هو التمبريتشر دي بتزيد عشان تحاول تقضي على الايه؟ على الاورجانيزم. تو اسيرتن ليميت الفيفر والحاجات دي بتبقى مفيده في الجسم، انا بخاف منها بس ايه؟ لو هي طورت معايا. تمام، يبقى عندنا فيفر، ماليز، لوس اوف ابيتايت، ده جنرالي كده. لو جينا بلاد فيسلز سوري يعني لو جينا للبلاد هنلاقي كميه بقى الواي بي سيز عماله تزيد، البون مارو عمال يطلع ويصنع، هو عايز ايه؟ عايز يقضي على التريجرنج ايجنت اللي دخل جوه جسمه. تاني حاجه كل الحاجات دي هتؤدي كمان البلازما بروتينز اللي هي في عندنا البلازما بروتين، عارفين بقى الالبوم والحاجات دي، هتبتدي يحصل فيها تغيرات شويه، فهتبتدي فيها السي ري اكتف بروتين. السي ري اكتف بروتين دي حاجه كده اسمها كده في اللاب اللي هو الاكيوت فيز ري اكتف، يعني بيحصل فيه انفلاميشن ولا حاجه البروتين دي بتزيد كمان، وده هيعكس كمان على الاي اس ار اللي هو الاريثروسايت ديموتيشن ريت، كمان هو هيزيد. الحاجات دي تقول لي اكيوت فيز ريأكشن، يعني تقول لي ايه؟ يعني تقول لي في مشكله في الجسم بتاع الشخص ده، ده عنده اكيوت انفلاميشن. خلاص، يبقى كلينيكال بيكتشر لاي انفلاميشن لوكال 5 حاجات هما 4 كاردينالز ال 5 كاردينال ساين، وسيستماتيك هقول جنرال ممكن يحصل فيفر وماليس ابيتايت، وبلود على مستوى البلود هلاقي فيه لوكوسايتوزس، هلاقي فيه تغيرات في البلازما بروتين. تمام، طيب هيتبقى لنا ايه بوينتس من الموضوع؟ البوينت اللي احنا كنا عايزين نعرف عنها في موضوع الانفلاميشن اللي هو اخر حاجه السيكولي، السيكولي which is the complication، او ايه اللي هيحصل يعني انا متوقع. قال لي ممكن اول حاجه سيكولي نورمال ما حصلش complication يحصل هيلينج، هيلينج باي فايبروزس، او ممكن لا اللي هو الاكيوت انفلاميشن ده يطول يلي معايا كرونيك انفلاميشنز، او ممكن يحصل فيه complication spreading infection and so on، وده بيختلف على حسب كل تيشو حصل فيه انفلاميشن، فدي حاجه سبيسيفيك لكل اورجن فمش هندخل فيها ان ديتيل. تمام، احنا كنا خدنا اوفر فيو على الانفلاميشن، هنتيجي نطبق الكلام ده على ايه؟ على الموضوع بتاعنا الاساسي which is the septic arthritis. مش هنتكلم بقى كتير، احنا هنحاول كل شويه نطبق على الكلام احنا قلناه. طيب عايزين كده ناخد معلومه اناتوميكالي على الجوينت او السينوفيال جوينت، هناخد اكزامبل كده عندنا مثلا اني دلوقتي هنا عندنا بيبقى فيها ايه؟ ادي عندنا البون والبون، ودي الارتكليتنج كارتلج، وان بتوين اللي هو اللون الازرق ده اللي هو السينوفيال فلويد اللي هو بيتم فرزه او فورميشن من ايه؟ من فروم ذا سينوفيال ممبرين اللي هو الحته الحمراء. احنا عارفين معلومه كده هيستولوجيكال اناتوميكال ان الكارتلج دي ارتكليتنج كارتلج تبقى ايه؟ تبقى حاجه ما فيهاش بلاد فيسل، افسكلرايز. طيب هناخد فين بقى الحته في الجوينت دي اللي فيها بلاد فيسل؟ هي دي اللي هي السينوفيال فلويد، السينوفيال سوري ممبرين، ولذلك هي دي الحته اللي يحصل فيها بدايه الانفلاميشن. خلاص، نفتكر تاني الديفينيشن بتاع الانفلاميشن، لازم يبقى فيه افاسكلرايزد. فين هنا البلاد فيسلز ماشيه؟ فين تبقى ماشيه؟ في السينوفيال ممبرين. اهي لو جينا بقى في الاناتوميك ده كان دايجرام، ادي هنا عندنا السينوفيال ممبرين ماشي في البلاد فيسلز والنيرفز وكذا، وداخله بقى هنا في الجوينت. تمام، اهو لو جينا شفناها تاني كمان هيستولوجيكال، اخذ الحته بتاعت السينوفيال تشوف فردها كده ولا في ادي بلاد فيسل. جميل، يبقى هنا بدايه الانفلاميشن.
تمام. طيب ابتدي يحصل فيه inflammations، حصل ايا كان دخل ازاي هو source of inflammation، وهيبتدي يحصل هنا بقى في الرياكشن. هي دي بس المعلومه اللي احنا عايزين نعرفها عشان نعرف هي ليه بتبتدي دايما في السينوفي ممبرين، عشان السينوفي ممبرين هو ده الحاجه الوحيده الفاسكولارايزد او الحته اللي بتدخل منها blood vessels جوه الجوين. طيب يعني ايه septic arthritis بقى؟ عايزين برضو نغطي حبه كده نقط. السيبتيك ارثرايتس هي عباره عن ايه؟ ذا ديفينيشن. ثاني حاجه ايه التايبس اوف سيبتيك ارثرايتس؟ ايه الكوزز؟ الباثوجينيسيس؟ وات از ذا كلينيكال بيكتشر؟ سيكولي اند هاو تو تريت؟ اند سم اكزامبل اباوت سيبتيك ارثرايتس. طيب سيبتيك ارثرايتس ده اكزامبل على ايه؟ ده تطبيق على الانفلاميشن. تمام، يبقى هو انفلاميشن دي مين؟ للسينوفيال ممبرين. ليه السينوفيال ممبرين؟ عشان ده الفاسكولارايز تيشو في الجوينت. جميل. طيب هيبتدي بقى يحصل هنا، يعني احنا بدايتنا معلش البدايه كانت الساينوفيال ممبرين بس وهتثبت هنا الانفلاميشن. لا، هتيجي بقى هو الانفلاميشنز والرياكشن هتطلع بيورينت ماتيريال وبيورينت افيوجن بقى فين؟ في الساينوفيال فلويد. هبتدي بقى كل الجوينت يحصل فيه افكشن. تمام، هتطلع في الجوينت كبسول دي تو ذا انفكشن. جميل. طيب الجوينت inflammation due to an infection usually involving the synovial joint. يبقى synovial joint دي دايما هتبقى اشهر الاماكن اللي يحصل فيها، اشهر types of joint اللي يحصل فيها الايه؟ ال inflammation infection. طيب قال لي ال 50% من الحالات بتبقى في الاطفال اقل من 5 سنين، و 30% من الحالات في الاطفال اقل من 2 سنين. هو الموضوع بيبقى كتير في الاطفال. ليه كتير في الاطفال؟ قال لي تبقى كتير في الاطفال عشان ال synovial membrane في الاطفال بيبقى فيه ايه؟ ال blood vessels السينوفيال ممبرين هايلي فاسكولارايزد. تمام، هي تبقى اكتر في الاطفال. يعني ممكن كمان برضو نزود عليها اللي هو كمان في الاطفال ستيل الاميونيتي مش قويه قوي، اللي هي تلمت الانفكشن او انفلاميشن. تمام. طيب اي جوينت بقى؟ دي بقى المواضع اللي هو الام اس كيو. يقول لي ايه الموست كومن جوينت بي افكتد؟ قال لي ني، تبقى 53% followed by hip and elbow and shoulder. يبقى الموست كومن از الني. ده فين؟ في الادلت. هو نفس برضه الكومن جوينت فين؟ في الاطفال. يبقى اشهر اثنين الني وبعد كده الهيب في الاطفال وفي الكبار. تمام، ادي الصوره هنا عندنا ابتدي حصل فيها انفلاميشن، وهنا بتبقى عندنا بيورنت ماتيريال هتبتدي بقى ايه؟ تملى كل الجوينت. طيب ايه الكاسبت ايجنتس؟ احنا بقى فهمنا التريجرنج ممكن يبقى الثلاث حاجات من اول سلايد. ده هتبقى نون ليفنج اورجانيزم او ليفنج اورجانيزم او ميوجيكال ريكشن. هنا يعني سيبتك. سيبتك يعني حصل فيه سبسيس، يعني حصل فيه سم سورت اوف اورجانيزم بيعمل سبسيس. يبقى مين الاشهر حاجات؟ البكتيريا. تمام، ان فيروس اند فونجل مايكوبكتيريا اللي بتاعت التي بي دي حاجات رير مش كومن قوي. تمام، يبقى هنا يعني مين البكتيريا؟ طب قال لي هنقسم السبتيك ارثرايتس على حسب هي بكتيريا انتو جونوكوكل سبتيك ارثرايتس اند جونوكوكل. الجونوكوكل ده المور كومن. يبقى يجي يقول دي تاني ام اس كيو، يقول مين الموست كومن اورجانيزم اللي هو يعمل لي سبتيك ارثرايتس؟ الجونوكوكل، ولكنها ما تعملش موربيديتي اند مورتاليتي، يعني كان بي تريتد الاوت كوم بتاعه يبقى كويس. طيب الاورجانيزم الثاني نون جونوكوكل، حط بقيه كل البكتيريا. طيب دي الموست ديستركتيف تايب ودي اسوء الانواع. يبقى دي يقول لي مين الموست ديستركتيف تايب؟ اقول له نون جونوكوكل سيبتيك ارثرايتس. طيب كاركترستيك باي ايه؟ تبقى دايما تبقى الافكشن مونو ارتيكولار، يعني جوينت واحد بس، وموست از ان ني. طبعا دي معلومه احنا حافظينها، الموست كومن جوينت تو بي افكتد از ان ني في الاطفال او الكبار. طيب مين الموست كومن بقى في النون جونوكوكل؟ ستافيلوكوكس اند ستريبتوكوكس. يبقى تاني بقى في الام اس كيوز عشان ما تلخبطنيش، لما يجي يقول لي مين الموست كومن اورجانيزم وسكت يبقى جونوكوكل، مين الموست كومن نان جونوكوكل وسكت يبقى الستاف فولد باي ذا ستريبت which is the most destructive type. تمام، او يبقى الستافيلوكوكس هو the most common pathogen بيمثل لوحده 50% والباقيين بقى هيجوا ايه بعدين. تمام، قال لي طب الانيروبيك كان جرام نيجاتيف، دي بتبقى دايما الحاجات اللي هي الانيروبيك والجرام نيجاتيف هلاقيها اكتر في الناس اللي هي تبقى ار اميونو كومبرومايز دايبيتيك، عندهم اتش اي في، بياخدوا لفتره كبيره اميونو سبريسيف تريتمنت زي كورتيكوستيرويد اند سو اون. طيب تاني حاجه، طيب انا دلوقتي عندي ني جوينت، ازاي اتوقع اللي يجي لها الانفكشن ده؟ قال لي ممكن يبقى دايركت انفيجن. تمام، يعني هو الاورجانيزم دخل
directly في الجوينت او ممكن spread from adjacent tissue. يعني مثلا كان عنده مشكله في المفصل اللي حوالين الجوينت دي, كانت مشكله في البون والسبريد او تمام, يبقى direct invasion او local spread from adjacent tissue او spread from the metaphyseal osteomyelitis. كان في عندي infection في البون في الميتافيسز. ميتافيسز احنا بقى زي ما شفنا الصوره قبل كده اهي, هنا دي هنا دي الميتافيس, هنا الايه بتبقى الايتافيسز وهنا الميتافيسز. فهتعمل ايه؟ هتعمل spreading لتحت تمام, او hematology كل كان عندنا infection في البلط فيروح للجوينت, او penetrating damage by puncture او cutting. يعني دخل اتغرس فيه, مثلا كان حد بيتعارك مع حد مثلا فدخل فيه سكينه او مطوه او ايا كان في الجوينت تمام. ممكن تبقى ياتروجينيك طبعا لو هو دخل حاجه يعني طول لو كانتش متعقمه كويس تمام. طب ايه الريسك فاكتور اللي هو يعني اي حد يجي له جوينت انفكشن؟ قال لي لا, قال لي بقى لو هي كانت اصلا previously كان عنده arthritis, يعني هي كانت الجوينت ذات نفسها ما بقتش خلاص الانفنج بتاعها اتاثر شويه, فتبقى اي change بيعمل susceptible هو يحصل فيه super added بعد كده later on infection or inflammation, عنده trauma, كان عنده diabetes mellitus immune suppression يعني immunity واقعه, يبقى ما شاء الله يحصل flourish لل organism او بكتيريميا او سيكل سيل انيميا او بروثيستيك جوينت. يبقى نحافظ ازاي؟ عندنا بي مع بي previous arthritis او هو كان حاطط prosthesis او باي حاجه تقلل الاميونيتي diabetes immune suppression and اي شيء. طيب هني نقسمهم على حسب الكلينيكال بيكتشر على حسب الايج, هو نيو بورن ولا children adult. احنا فاكرين في السلايد اللي فاتت بتاعت الكلينيكال بيكتشر بتاعت inflammation هقول له عندي locally وعندي systematic. اللوكال عندنا 5 cardinal sign والسيستماتيك هنتكلم عليه, هنتكلم جنرالي بعد كده هنتكلم البلود يحصل فيه. هنا طبع الكلام ده قال لي لوكال الطفل النيو بورن ده هيبقى الجوينت ميل وورد وتندر ريزيستنت تو موفمنت ماشي. طيب جنرالي الطفل هيبقى عنده سيبستيميا, عنده هو اريتبل ريفيوز تو ايت, يعني السيبستيميا دي اصلا هتغطي على موضوع الجوينت, يعني الاهل او الدكتور مش هيبقى فرق معاه الجوينت قد ما فرق معاه الجنري العيان الطفل عنده سبتيمي, يبقى لازم يلحقوا موضوع سبتيمي قبل ما يلحق الجوينت تمام. والفيتنس هيبقى عنده بقى فيفر وتكيكاري. طيب هنفكر ازاي ده طفل نيو بورن يعني هيدخل له ازاي الاورجنز؟ يمكن الامبيريكال كورد كان فيه انفلاميشن او انترافينوس سايت, يبقى امبيريكال كورد انفلامد انترافينوس سايت, دي الحاجات دي اعملها انسبكشن دي هي هلاقيها ممكن فيها انفلاميشن, هي دي كانت السورس اوف الانفكشن انفلاميشن فور ذيس بيبي. طيب الchildren بيحصل فيهم تبقى acute pain في single lower joint تمام, يبقى فجأة عنده في single lower joint تبقى فيه acute pain especially الhip تمام, هي بتبقى pseudo paresis أكيد مش عارف يمشي كده, وبرضه still معاه اللي هما local sign هو بقى ال redness وال hotness وال tender ومش عارف يمشي الحاجات دي تمام. طب generally هلاقي العيان برضه هلاقيه تعبان وعنده fever و rabbit pots. طيب هدور على ال source of infection, هنا هيكون ايه طفل بقى؟ ممكن عنده septic two, يعني two ذات نفسه هو فيه مشكلة فدخل بعد كده inflammation أو infection وصل لل joints أو discharging ear. طيب ال adult often بتبقى في superficial joint زي knee, wrist وال ankle. الشخص الكبير بيحاول يحط الجوينت في وضعية اللي هي تقلل البين, ازاي يحط وضعية الجوينت في اقل وضعية يقدر فيها يتحرك. يعني مثلا الهيب دي طبعا دي بقى هو الاناتومي انتم المفروض تكون حافظينها في اللي هو في الموفمنت, يعني الهيب هلاقيها حاطاها ابدكتنج وفلكشن وانترنال روتيشن, هو هناك هنا بيقلل هو ستريتشنج بتاع الجوينت فيقل شوية البين معاه. الني والانكل هلاقيها بارشلي فلكست والشولدر هتبقى ابدكتد اند انترنال روتيشن. طيب لو بصينا بعد كده اللي هو الجنرال في الكلينيكال بيكتشر ريجاردنج الادلت هنلاقي برضه ما عندنا نفس الحاجات اللي هو عندنا فيفر وكده. طيب بس قال لي في حاجه اللي هو ادلت, يبقى احنا عارفين الموست كومن اورجانيزم هو يعمل سيبتيك ارثرايتس هو الجونوكوكال انفكشن, فانت دور عليها. ولو كان برضه دراج ابيوز هو ممكن ده يبقى ده سورس اوف انفكشن. طيب قال لي في معلومه اللي هم الناس اللي هم روماتويد ارثرايتس او هم بياخدوا كورتيكوستيرويد لمده طويله لايا كان السبب هيبقى عندهم حاجه اسمها سايلنت جوينت انفكشن. يعني ايه سايلنت جوينت انفكشن؟ يعني هو الجوينت بتاعتهم عمال بيحصل فيها
اللي هو البروسيس ماشيه شغاله الله ينور، ولكن مفيش اي اعراض. ليه؟ احنا عارفين اصلا الكورتيكوستيرويد انتي انفلاماتوري، يعني هي الجوينت عماله تتدمر ولكن هو البيشنت مش حاسس باي حاجه. هنيجي للكومبليكيشن، ايه السيكوال اللي هي ممكن تحصل؟ احنا قلنا اللي هو المشكله بدات فين؟ بدات هنا في السينوفيال ممبرين، وحصل بقى هنا بقى فيه بيرلنت ماتيريال في السينوفيال فلويد وهكذا. فقال لي انفكشن هاي سبريدنج على البون، سبريدنج على الارتيكيتنج كارتج، لو سبريدنج على البون هيعمل بقى بون ديستركشن ديسلوكيشن اوف ذا جوينت، وكمان سبيشال لو الهيب هتاثر على الاطفال فممكن يحصل ايه؟ جروث ديستربنس. عشان كده احنا بنخاف لو هي اتعمل، لو حصل اللي هو الموضوع ده سيرتك ارثرايتس الاطفال، انت المفروض تلحقوا تعالجوا من بدري عشان ما يحصلش حاجه في الجروس بتاع هذا الطفل. طيب ممكن يحصل كارتج ديستركشن، حصل كارتج ديستركشن يحصل ايه؟ يحصل سيكندري اوستيو ارثرايتس، الكارتج باظت فالعيان ده هيجيله خشونه. تمام، او ممكن بقى كمان سبريدنج انفكشن بقى في اللي هو سراوندنج تيشو. ماشي، لما نتكلم بقى على الانفستيجيشن، احنا دلوقتي احنا شخصنا الحاله كلينيكال بالاعراض، كلينيكال بيكتشر اللوكال والسيستماتيك، وكمان في الهيستوري كان مثلا يكون عنده سورس اوف انفكشن او حاجه. اي انفستيجيشنز لازم نقسمه حاجتين، لازم نقسمه هو لابوراتوري ولا ايميجينج. طيب اللاب عندي حاجتين، عندي هنبص على البلوت، ممكن ناخد ساينوفيال فلويد اناليسيس، ناخد سامبل من الايه، من الجوينت اللي هو الافكتد ده. الايميجينج عندنا اكس راي والترا ساوند سي تي وام ار اي بون سكان نيوكلير ميديسن ايمج. طبعا مش كل الحاجات دي بتتعمل، بس ايه اللي انا ممكن اشوفه في كل حاجه من الحاجات دي. لو جينا بدانا اول حاجه عندنا البلود، احنا قلنا اصلا في الكلينيكال بيكتشر في الانتروداكشن في الانفلاميشن هبتدي يحصل لوكوسايتوزس، البون مارو عمال يكتر الخلايا الواي بي سيز اللي هي خلايا الدفاع اللي هي اصلا مسؤوله عن الانفلاميشن. تمام، وقلنا بيتغير في اللي هو البلازما بروتين، وده بيبقى از اكيوت فيز رياكتنت، يعني انا لو دخلت عيان دم من عيان ولقيت الحاجات دي في عاليه عاليه، معنى ذلك ان هو العيان ده عنده اندرلاينج ايه، اكيوت انفلاميشن في جسمه، بس ما حددليش طبعا هو فين مكانه يعني. ماشي، فعلى الاي اس ار والسي رياكتيف بروتين يعني عاليه. لو جينا خدنا بلود سامبل ممكن هلاقي في البوزيتيف اورجانيزم ده، هتقول لي هو مثلا السورس كان ايه. تمام، بس طبعا كل الحاجات دي الهيستوري بقى ومعانا دياجنوستيك ستاديز هات سجستيف انفكشن. وانس انت سجست انفكشن انت المفروض بقى تعالج العيان بسرعه عليه عشان ما يدخلش في الكومبليكيشن احنا قلنا، وكمان لو هو سبيشالي كان طفل عشان ما يحصلش فيه جراف ديستربنس ولا حاجه. نبص هنا على الجوينت فلويد، اول حاجه عايزين نعرف النورمال، عشان اي بقى حاجه تبعد عن النورمال دي ابتدي افكر في ايه الاندرلاينج باثولوجي عندنا. النورمال قال لي الفوليوم، لو جينا خدنا فور اكزامبل اني جوينت، قال لي اللي هو النورمال سينوفيال فلويد بيبقى اقل من 3.5 مللي، ويبقى كلير وترانسبيرنت ويلو، والفيسكوستي هتبقى هاي. ليه بيبقى فيزيت؟ عشان هو فيزيت، عشان فيزيت عشان فور لوبريكيشن، هو اصلا الفانكشن بتاعت السينوفيال فلويد. والار بي سيز هلاقيها قليله اقل من 200، والنيوتروفيلز هتبقى اقل من 25، والكالتشر نيجاتيف ما عندناش اي اورجانيزم، ده نورمال. طيب اي تشينج ما بتيجي فيه عندنا اندرلاين باثولوجي. لو جينا بصينا على الانفلاماتوري والسيبتيك، ايه الفرق في الكالتشر؟ السيبتيك والانفلاماتوري هما الحاجتين زي بعض. هو ممكن السيبتيك هيبقى فيه الارقام عاليه شويه، ولكن تختلف لو جيت عملنا كالتشر هنلاقي في بوزيتيف، لو جينا عملنا كالتشر في الانفلاماتوري يبقى نيجاتيف، ولكن هنلاقي بقى فلويد عمال يزيد نتيجه في انفلاميشن، اللون بتاعه اتغير، الفيسكوستي هتختلف، والواي بي سيز والنيوتروفيلز هتبتدي تعلى، عشان هما دول اصلا الخلايا مسؤولين على الايه؟ على الانفلاميشن. بصينا تاني حاجة على الجزء التاني من الانفستيجيشن هو الايميجينج، عندنا أول حاجة بلان اكس راي. البلان اكس راي في الأول مش هتساعدني خالص، ده بالعكس هتبقى فيها نورمال، أنا مش عارف هو في اندرلاينج باثولوجي بيحصل هنا ولا لأ. تمام، فبس ممكن تديلي هنتنج كده اللي هو فيه في مثلا سوفت تيشو سويلنج، لو سوفت تيشو بلينز، وايدنينج اوف جوينت سبيس. الوايدنينج اوف جوينت سبيس هي دي ممكن الحاجة اللي أنا ألاحظها، أما بقيت كل الحاجات دي يعني مش هتبان قوي ومش هنعتمد عليها قوي في الدكاتره. يعني برضه بيقولي كلام يعني قوي اللي هي كانت ايكولاي، ممكن تلاقي جاز فورميشن، يعني كل الحاجات دي صعبه اللي هو نلاقيها بالاكس راي، بس ممكن هي دي بس اللي انا الاقيها اللي فيها وايدنج اوف جوينت سبيس، تقولي ممكن هنا يكون في سيبتيك ارثر. طبعا في وانا عندي كلينيكال بيكتشر انا كنت عاملها معينه، انا بكوريليتنج الكلينيكال بيكتشر مع الانفستيجيشن اللي عاملاها. طب احنا جينا دلوقتي فور اكزامبل اخدنا الهيب جوينت، هلاقي عندنا نورمال بيبقى فيه هنا جوينت سبيس حلو جدا، الكورتكس والبون هنا في الهيب جوينت كويسه، في البلبك في البلبس
والهيد اوف فيمر نورمال. جينا بقى لو حصل فيها مشكله بعد ليتر ستيج هنبتدي نقارن. اول حاجه اهو يحصل فيه نارينج اوف ذا جوينت سبيس، يبقى دي حاجه تقولي هنا في حصل حاجه. تاني حاجه هلاقي فيه الدنستي في اللي هو الفاتي مارو والبيري اوستد رياكشن، كل الحاجات دي از سورس اوف انفلام از ان اكزامبل اوف انفلاميشن هو كاري اون في المنطقه دي. كورتيكال ايروجن ودستركشن، وبعدين هندخل في ايه في الكومبليكيشن. هنيجي بعد كده الالتراساوند والسي تي والام ار اي اند نيوكليير ميديسين ايمجينج، هناخدهم كده از ا كومباريزن. احنا قلنا الاكس راي كان فيه عيب اللي احنا الايرلي ستيجز مش هنشوف لو اي لو حصل اي تغيرات، فتيجي الالتراساوند دي نيوكليير ميديسين ايمجينج بيبقى عندهم خاصيه دي الميزه دي اللي هم كان ريفيل تشينجز اوكر ان ايرلي كيسز. طيب نتكلم اولا على الالتراساوند. الالتراساوند دي حاجه رخيصه وحاجة available ومش محتاجة تحضير، يبقى دي أحطها as a first line investigation in any case of suspected infective arthritis. تمام؟ هتوريني إيه؟ هتوريني لو في any joint effusions ال widening of the space between the capsule and bone. هلاقي إن البون الكبسول اللي إحنا عارفين في الجوينت إيه ارتفع زي الصورة اللي إحنا كنا شايفينها قبل كده، هتساعدني ان انا اشوف فيه joint swelling. يبقى طول بسيطة ورخيصة وفي نفس الوقت هتديني معلومات. تاني حاجة عندنا CT هتساعدني في حاجة كويسة اللي هي انا كنت عايزة اعمل اللي هو joint aspiration زي ما كنا شايفين في اللي هو تاني حاجة في lab investigation، ممكن نعملها directed by CT او ultrasound برضه. وهيبين برضه soft tissue swelling و joint effusions و ال changes اللي حصل بقى. طبعا احنا في معلومه بتقول لي افضل حاجه تول ايميجنج عشان ابين التغيرات اللي بتحصل على مستوى السوفت تيشو هي مين؟ هي الام ار اي. يبقى ام ار اي هيوريني البيست اناتوميكال ديتيلز، هيوريني ساينوفيال انهانسمنت والبيري ساينوفيال ايديما وكل الحاجات اللي انا مفروض بتحصل في الانفلاميشن. النيوكليير ميديسين ايميجنج قلنا هو اللي بيوريني حاجات تغيرات تحصل ايرلي قبل ما تبان على البلين راديوجراف. تمام، بس يعني واقعيا انا هعمل ايه لو حاله جات لي اشخصها كلينيكال؟ عايزه اتاكد، هطلب اللاب البلود والسينوفيال فلويد اناليسيس وممكن الجا بقى ساعتها الالتر ساوند. طب عايز مور ديتيلز وادخل بقى العين ممكن في عمليه او حاجه، يبقى هلجا للام ار اي. تمام، طيب انا كده شخصت الحاله كلينيكالي و by investigations، بس انا ستيل ممكن اكون هلخبط الحاله ما بين كذا حاجه، فلازم اكون حاطط كده ايه الديفرنشال دايجنوزس لواحد جاي لي باي جوينت انفكشن جوينت افكشن في انفلاميشن او اي مكان. فهحط يبقى عندي، او الدكتور سالني ايه يا دكتوره لو عندي جوينت مثلا في مشكله افكر في ايه؟ اقول له فكر في septic arthritis، فكر في reactive arthritis، في acute osteomyelitis. طيب الحاجات دي اللي هتعرفوا تفرغوا منها باذن الله لما تخلصوا كل مذاكره الروماتولوجي. طيب الاكيد اوستيومايلايتيس دي كانت المشكله فين؟ في الاوستيو، يبقى في البون، بعد كده راحت في الانفلاميشن ممكن افكتنج الجوينت. الهيموفيليك جوينت والناس اللي عندهم مشاكل في اللي هو الكاجرابثي فممكن بيحصل هامرج جوه الجوينت، فبيحصل برضه انفلاميشن وسولن، بس تبقى سبيسيفيك يعني ليها فيتشر سبيسيفيك للهيموفيليك للهيموفيليا. aromatic fever, gout and pseudo gout and Goetter's disease. ايه المفروض ان انا احاول دلوقتي نتكلم عليه من مور في بشيء من التفاصيل يعني، وان لازم نفرق ما بينهم هو septic arthritis and reactive arthritis. طيب reactive arthritis يعني ايه؟ يعني العيان ده كان عنده infection في اي حته في جسمه، for example كان عنده في urogenital tract مثلا الكلاميديا كانت عامله مشكله، في الانتريك او جي اي تي كان عنده مثلا شيجيلا سالمونيلا ريسيني كامبيروباكتر، اخذت اللي هو الـ الوقت اللي هي الديوريشن اللي هو الاورجانيزم ده بيعمل فيه مثلا الانفلاميشن او حاجه في اليورجينيتال تراكت او جي او تي مثلا اسبوع او 10 ايام. بعد الاسبوع ال 10 ايام ده هيجي العيان ده يقول لي انا عندي فيه جوينت بيوجعني. طيب هي اسحب منه ساينوفيال فلويد سامبل وعايز اعملها كلتشر هلاقيها نيجاتيف. يبقى دي اهم كلمه تفرقني ما بين ده والسيبتيك ارثرايتس. السيبتيك ارثرايتس يعني احنا عندنا اورجانيزم قاعد جوه الجوينت، لا هنا في رياكتيف ارثرايتس ده حصل ايه؟ حصل انفلاميشن في الجوينت افتر انفكشن السوار بعيد عن الجوينت. يبقى لا مش هلاقي مايكرو اورجانيزم داخل الجوينت، وده اهم فرق ما بين الرياكتيف ارثرايتس اند سيبتيك. من اسمه رياكتيف هو رياكشن لحاجه كان في مكان اخر. الكوست اورجانيزم خلاص احنا قلناها كلاميديا شيجيلا سالمونيلا، واحنا عارفين السيبتيك ارثرايتس
الاورجانيزم احنا عارفين الجونوكوكال والنون جونوكوكال موست كومن ستافيلوكوكال اويس وهو اللي بيعمل مشاكل اكتر حاجه بتعمل ديستركتيف سيبتيك ارثرايتس. طب ريسك فاكتور قالي ان هو الناس اللي عندهم اكتيف ارثرايتس دي بتبقى عرضه اكثر مع الناس اللي عندهم جينيتيكالي سوسبتابيلتي زي اللي هم اتش ال اي بي 27 او عنده فاميلي هيستوري اوف سورايسيس او اي بي دي او اس بي اي. طب قالي ده الريسك فاكتور احنا عرفناه وازاي اللي هو بيحصل في افكشن. كان ايه الريسك فاكتور؟ قلنا كان العيان ده اللي هو عنده اصلا الجوينت قبل كده كان حصل له سيبتيك ارثرايتس ده حاطط بروثيسيس. لا العيان ده الاميونيتي بتاعته واقعه في عرضه لانفكشن زي ايدز او دايابيتس. تمام طيب هيجيله ازاي الانفكشن ده؟ قال لي هيبقى دايركت انفكشن دخل حاجه جوه الجوينت او باي بلود بور. تمام طيب ايه كلينيكال بيكتشر؟ الكلينيكال بيكتشر جت من ايه؟ من الاسم زي ما احنا قلنا في العنوان في الديفينيشن اللي هو العيان كان عنده مشكله انفكشن elsewhere وحصل ديلي اسبوع او اسبوعين يعني قبل ما تظهر لي الاعراض اللي هو في الجوينت. يبقى عندنا في انكيبيشن بيريد او واتس او وات ايفر انفكشن في مكان اخر وبعديه باسبوع او 10 ايام او اسبوعين هتيجي يحصل لي الارثرايتس. ودي بيبقى مور كومن في الناس اللي هم يانج ادلت ما بين ايج 20 40. طب هنا بقى الكلينيكال بيكتشر احنا خلاص فاهمين عندي لوكال اللي هم الفايف كاردينال ساينز وعندنا سيستماتيك. طيب عايز افرق ما بينهم على الارتيكولار ليفل. قال لي ده بيبقى كاركترايز باي اوليجو ارثرايتس. يعني اوليجو؟ اوليجو اللي هو من مش فاكره بالظبط الرقم سواء بين ثلاثه او اكتر او من اربعه اكتر جوينت افكشن ثلاثه لسته او اربعه لسته جوينت افكشن ده بيبقى اوليجو اسيمتريكال يوجوالي تبقى نيو ميتاكارب فرنجال جوينت. لا هنا تبقى يوجوالي مونو ارتيكال يعني هو جوينت واحد بس اللي جاله انفكشن دايركت او هيماتوجينكس ولا هذا لا يمنع ممكن يكون اوليجو اند بولي بس ده اكتر تبقى اوليجو وده اكتر تبقى مونو ارتيكل. وعرفنا مين الكومن سايد اوف انفكشن هما الني اند هيب جوينت. طيب هنفرق ما بين ايه تاني برضو؟ قال لي في عندنا حاجتين اسمهم هما الاكيوت سيكريلاريتيس او انفيزايتيس دي عباره عن انفلاميشن في الايه في الجوينت بتاع السيكرو ايليك او انفلاميشن في اللي هما التندنز والجوينت اللي هو الانسرشن او ذا تندن في البون المصل هي تبقى الاند اوف الانسرشنز بتاعت التندون زي ماسكه بالبون الحته دي. قال لي هنا دي هلاقيها مع اكتر مع رياكتيف ارثرايتس ده رياكشن فممكن افكتنج كل حته التندون كده. لا قال لي هنا كانت الافكشن اونلي في الجوينت ملوش دعوه ده هو انفكشن داخل على الجوينت ملوش دعوه بالايه بالحاجات التانيه. يبقى هنا الاكيوت سيكريلايتس كومن. طب هعرف ازاي عيان ده عنده سيكريلايتس؟ هيجي يقول لي اه عندي وجع في ظهري. اقول له فين في ظهري؟ يقول لي ظهري من تحت. يبقى افكر في سيكريلايتس. طب الانفيزايتس هيبقى بريزنت ايه؟ بلانتر فاشيتس اند اخيلس تندنس. يعني يقول لي بطن رجلي من تحت بيوجعني يا دكتوره او كعبي كده من ورا كده بيوجعني. هما دول البلانتر فاشيتس والاخيلس تندنس. لا هنا ما يكونش عنده. طب هنا في اكسترا ارتيكال مانيفستيشن ممكن في الايه رياكتيف. لا هنا ما فيش. هنا دي حاجه سبيسيفيك للجوينت افكشن. هنا هلاقي على حسب ممكن يعني في كوتينيوس افكشن او اوكيلار افكشن. اوكيلار مثلا عنده كونجكتيفايتس يوفيايتس ما هو انفلاميشن رياكشن هيحصل في اي حته في جسمي هيضرب الجوينت وهيضرب حاجات تانيه فيبقى كونجكتيفا واليوفيايتس في اليوفيال تراكت او في اي حته بقى بينلس اورال ارسر اريثيما نودوزم الحاجات دي. طيب لما جينا نعمل لابوراتري انفستيجيشن عشان نشوف الانفكشن هنا هنعمل ايه؟ قلنا هنعمل بلوت او سانيوبا فلويد اناليسيس وهنعملها كلتشر عشان نعرف ايه الاندرلاينج ايتيولوجي. لا هنا هنقسمها هو كان في الاكيوت فيز ولا كان في افتر اثرايت. لو في الاكيوت فيز اللي هي ايه بتاعت الانفكشن الاساسي اللي هو كان اللي قبل ما جه بارثرايت هنطلب يورين كلتشر جينيتال سواب ستول كلتشر عشان نعرف الاورجانيزم اصلا. لا اللي هو كان جاي لي بقى في اللي هو في الستيج الارثرايتس هو يوجوالي هيجي في ستيج ارثرايتس انا اصلا هعرف ازاي في اكيد فيس اللي هو العيان ده يكون مثلا كان عنده كلاميديا في اليورينال تراكت او في الجي اي تي كان عنده شيجيلا وحاجات دي ازاي هتنبأ اللي هو انا عارفه اه الحاجات دي ممكن تعمل ارثرايتس بس اشمعنى الشخص ده هو يجي له رياكتيف ارثرايتس. فيوجوالي هيجي فين؟ هيجي في الافتر ارثرايتس في الستيج دي فنيجي تعملوا الحاجات ممكن تلاقي antibodies against the organism اللي هو كان عامله مشكلة من كام أسبوع. طيب blood culture هنا ليه positive؟ هنا في still organism. لا هنا ممكن تبقى negative. تمام؟ والjoint aspiration قلنا أهم حاجة culture is negative. هنا مفيش عندك organism في الجوينت. هنا عندك organism. هنا ليه عندك الأرقام عالية. هنا في sepsis. لا هنا الأرقام هتبقى قليلة. ده some sort أكتر of inflammation. تمام؟ ده كان كده رياكت ما بين السبتك والرياكتيف ارثرايتس والنقط فيه مش صعبه يعني بس مهم التفريق. طيب هنيجي بقى نعالج الحيان ده اللي هو عنده ايه؟ عنده سبتك ارثرايتس. تمام
هنقسم العلاج لثلاث حاجات: supportive measures and antibiotics and surgery. supportive يعني ايه؟ يعني مش هطبطب على العيان وهمشيه، لا، supportive يعني انا ممكن احط العيان في وضعية، الجوينت ذات نفسه في وضعية معينة عشان احاول اعمل ايه، اقلل البين واحافظ على الجوينت، زي مثلا اكتر في الاطفال عشان ما يحصلش مثلا growth disturbance ولا حاجة. تمام، يبقى انا ممكن استخدم سبلانتج او حاجة واحطه في وضعية اللي هو تحافظ على الشكل بتاع الجوينت. تمام، مثلا في النيونيت او كده لو هم عندهم هيب افكشن هنحطهم بقى على حسب اللي هو الحاجات هما الدكاترة بتوع العظم وكده، هما العلاج الطبيعي اللي بيظبطوه الحاجات دي. هتبقى مثلا هو الهيب جوينت هتبقى abducted and 30 degree flexed on attraction to prevent ايه dislocation، دي اهم كلمة. طب الانتيبيوتكس هتبقى طبعا targeted على حسب مين، على حسب ال underlying etiology. طب السيرجري هنلجأ عند حاجتين ممكن نعملهم في سيرجري، يا اما surgical drainage يعني ندخل ونشيل الباص بقى والحاجات دي ونشيل اللي هو الافكتد، مثلا لو كارتج او حاجه حصل فيه افكشنز في الجوينت، او هنعمل بقى arthroscopic ايه debridement and copious irrigation. ممكن كمان يحصل لو بقى خلاص الجوينت باظت ممكن يرجعوا ريبليسمنت، بس الريبليسمنت مش قوي هنا، يعني الريبليسمنت اكتر طبعا في المواضيع بتاعه الخشونه، او اصل انت مش هتسيب العيان خالص هو يوصل معاك ريبليسمنت، يبقى انت هتعمل سيرجيكال درينج او هتدخل ايه وتشيل الحاجات اللي هو بقى فيها افكشن يعني. تمام، يبقى عندنا سبورتيف، يبقى يجي يقول ايه ميجرز التريتمنت انت ممكن تعالج بيها، اقول له سبورتيف اللي انت تحطه في سبلانتر، وطبعا لازم تدي انتيبيوتيك، ده هو اصلا سبسس، يبقى تدي انتيبيوتيك وهتعالجه جراحيا. طيب هنقسم الانتيبيوتيك اللي احنا نديها على اساس ايه؟ على حسب الاندرلاين ايتيولوجي، وعلى حسب كمان اللي هو الايج العيان اللي هو طفل غير نيونيت غير ادلت. تمام، احنا كنا قايلين هو ستاف والستريبت، الحاجات دي كلها ايه جرام بوزيتيف. هنعرف معلومه انت هتذكرها في الفارماكولوجي، اللي الحاجات اللي هي بتاثر او تارجتنج اللي هما الستاف والستريبت بيبقى مين؟ جروب البنسلين وجروب الكيفالوسبور. فهو هنا هيدي اكزامبل على الحاجات دي. تمام، يعني لو نيونيتس كان كاستيف اورجانيزم از ستاف او انتيرو بكتريسي هتبقى ايه؟ يبقى انا هختار حاجه من البنسلين جروب او حاجه من الكيفالوسبور. هنا اختار كده كلوكسيسيلين ده حاجه من البنسلين جروبس، والسيفوتكزيم دي حاجه من الكيفالوسبور. طيب لو كان اطفال children كان ستاف او ستريبت برضو ريلي في الهيموفيلس انفلونزا تعمل في الاطفال، هنديه ايه؟ سيفوروكزين لاطفال اقل من 5 سنين، او كلوكسيسيلين او سيفازولين في الاطفال اكتر من 5 سنين. تمام، طب لو هما كان ادلت وكان ستاف اوريس او سودوموس اريجينوزا هنديه ايه؟ هي برضو كلوكسيسيلين او سيفازولين انجنتاموس. طبعا هنا اعتقد يعني الجرعه تختلف يعني. طب لو كان الجونوكوكل، الجونوكوكل طبعا احنا عارفين هو نيسيري جونوري، هنعالجها باي ايه؟ سيفوتوكزين برضه كيفالوسبورين يعني. طب لو هو كانت روماتويد ارثرايتس، يعني هو اصلا الجوينت في افكشن عنده اصلا العين ده روماتويد ارثرايتس وحصل سوبرادد انفكشن، واحنا قلنا ده ريسك فاكتور اصلا، باي ستاف او ستريبت او انتيرو بيتريسي بيتريسي سوري، هندي ايه؟ سيفازولين او جنتامايسين. لو كانت بروستيتس هتبقى ستاف ولا epidermis او others، هندي بقى حاجات ايه اقوى شويه، يعني هنلجا للفانكوماسين انجنتوماسين. ليه؟ دي نافي بروسيسز، يبقى انت لازم تقضي على الاورجانيزم عشان انت عندك اصلا فورين بودي كمان اللي هو هيفلورش عليه الاورجانيزم. طيب لا، لو كان هو العيان ده هو الانتروفينس دراج ابيوزر والناس دي وعنده بقى بيجي له، طبعا ده بيبقى مالتي اورجانيزم يعني، بس لو قلنا كان ستاف او ريجينوزا برضه هنديه باركلوكسيلين او سيفازولين او جنتاماسين. جميل، يبقى احنا كده عالجنا ازاي؟ عندي 3 طرق، عطينا مضاد حيويه تارجتنج الاورجانيزم، وحطينا بقى الجوين ده في وضعيه مريحه سباي سبلنتج، لو الكلام بقى احتاجنا مع كده ممكن نلجا ليه الجراحه. تمام ماشي، في اخر الكتاب هلاقيه بيتكلم لي على مواضيع الجلوكوكال ارثرايتس والمايكوبكتيريا وكده، احس الموضوع اختلف. لا هو هو، بس انا كان اخدت موضوع انتروداكشن باثولوجي، فهمت يعني ايه انفلاميشن، بعد كده طبقنا يعني ايه سيبتيك ارثرايتس، بعد كده هناخد بقى كل اورجانيزم تبقى فيه حاجه سبيسيفيك معينه اللي هو لما يجي يعمل السيبتيك ارثرايتس. تمام، فاحنا برضه خدنا كومباريزن وهنشوف بس النقط اللي احنا مهمه عايزين نعرفها من كل موضوع. لو جينا بدانا بايل هنقارن احنا عندنا ايه، جونوكوكل ومايكوبكتيريا اللي هي بتاعت التي بي، وعندنا فانجل والكانديدا اللي هي اكزامبل اصلا عن الفانجل، بعد كده عندنا مين؟ عندنا الفيروس. تمام، قال لي جونوكوكل دي بتبقى resulting from ايه؟ جونوكوكل انفكشن اللي هي باي نيسيريا جونوريا. تمام، اللي هي بتأفكتنج ايه اصلا؟ دي أفكتنج الجينيتال تراكت، هتعمل colonization في اليوريثرا والسيرفكس اتراكس.
تمام. ودي قلنا هي الموست كومن تايب، خلاص قلنا الجونوكوكل ده الافكشن الموست كومن، بس هي less morbidity and less mortality تمام. in a more common type of septic arthritis in the rank it is 3 to 4 times more common in females تمام. عشان وطبعا هتبقى affecting اكتر الناس اللي هو كان sexually active يعني في الايج بتاعت اللي هو age of a fertility يعني fertile age يعني ال young age كده ما 15ات مثلا 40ات 50ات كده تمام. ولقوها بتبقى برضو ناس يعني susceptible للناس اللي عندهم congenital complement component deficiency او ما علينا الجمله دي يعني عشان مش متاكده منها بصراحه تمام. تاني حاجه المايكروبكتيريا، المايكروبكتيريا دي ما بتم... يعني لو عيانين جبنا عيانين التي بي كلهم عشان يعمل septic arthritis دي بتمثل في 1% بس تمام. انا 10% في اكسترا بالمونري كيس، احنا عارفين التي بي بي افكتنج اللونج، بس في ساعات تي بي بيبتدي ايه اكسترا بالمونري، يبقى هيمثل كام لو هو جه اكسترا بالمونري 10% ممكن يروح يبتدي باي جوينت افكشن تمام. وهي لو جمعنا كل حالات التي بي 1% بس من الحالات هي بتبقى افكتنج الجوينت. طيب هتدخل ازاي؟ هو عادي هو المايكوبكتيريا بتدخل الجسم ازاي؟ عن طريق هو ثلاث روت، يا اما لونج باي دروبليت افكشن او عن طريق الجوت صح، عن طريق هو سوالينج افكتد ميلك او ريلي ثرو سكين. طبعا بقى هو التي بي احنا بتعمل بقى هو البرايمري فوكس والجرانيولوما والحاجات دي والكازيشن وكده، دي حاجات خاصه بالايه بالتي بي كاورجانيزم مايكوبكتيريا. طيب الفانجل، الفانجل برضه بتعمل جرانيولوما رياكشن وبتعمل ابسس والتيشو ديستراكشنز، يعني كل الحاجات دي هتحصل هتأفكتنج عليها على الجوينت. طيب احنا عندنا الفانجس بيقسموها دايما حاجه سوبرفيشال مايكوزس ولا دي مايكوزس. السوبرفيشال مايكوز يعني ايه؟ يعني هو الفانجس اللي بتافكتنج السكين والميوكس ممبرين، يبقى هنا كانت دخلت في السكين والميوكس ممبرين ما كانت راحت للجوينت. الاشهر حاجه مين؟ الكانديدا واكتينومايكوز. يبقى الكانديدا واكتينومايكوز ده سوبرفيشال يعني هو اصلا بيافكتنج السكين والميوكس ممبرين تمام. لا دي مايكوز دي بتدخل بقى في اللي هو الديب تيشوز زي مين؟ زي بلاستومايسيز والهيستوبلازموزس والكريبتوكوكس، اسمهم عجيبه يعني تمام. احنا الكانديدا هناخدها از اكزامبل اوف اللي هما سوبرفيشال مايكوز. طبعا احنا عارفين هي الكانديدا اصلا دي نورمال كومنسلز، تبقى مثلا في موجوده عند في الفيميلز في الفاجينا في اي في جسم يعني عموما دي نورمال كومنسلز. اي ما الاميونيتي تقع فهي تاخد الاوبر هاند وايه وتبتدي تترعرع تمام. يبقى الكانديدا اي فانجل انفكشن افكشن دايما افتكر العيان ده اميونيتي فيها مشكله تمام. يبقى الكانديدا عشان تعمل سيبتيك ارثرايتس يبقى العيان ده اميونو سبريس تمام. دي بريديسبوزينج فاكتور. أجيل انتري ازاي؟ ثرو دايركت كونتامينيشن مثلا during surgery او other invasive procedure، هي كانت قاعده في السكن ميكس ممبرين هو دخلها جوه دخلها في الجوينت. طيب الفيرال افكشن، الفيرال افكشن عندنا كذا نوع من الفيروس، فاحنا مثلا ناخد معلومه ان هو الفيرال افكشن ممكن يدخل الجوينت ازاي؟ as a part of the systematic infection، يعني هو كان عندي infection في systematic وراح كمان قال اللي يمنع ان انا اروح الجوينت، او as a some sort of immunological reaction جاء للجوينت مخصوص تمام. طيب الكلينيكال بيكتشرز بتاعت الجونوري او الجونوكوكال سيبتيك ارثرايتس، هي الجونوري ذات نفسها بتبقى ممكن تبقى هتبقى هو تبقى افكتد الافكشن بتاع الجونوري، يا اما ديسيمينيتد افكشن يعني انفكشن افكت كل حته في جسمي، ولا كان جاي بصوره مايجراتوري ارثرايتس او تينوساينوفايتس تمام. يبقى هو الافكتيف وده اللي هو الجنرال افكشن، يعني احنا ده احنا ممكن نقول ده اللي هو ده الجنرال في الكلينيكال بيكتشر، وده اللي هو اللوكال. اللوكال يبقى عندنا افكتنج هتبقى مايجراتوري ارثرايتس. مايجراتوري يعني ايه؟ يعني افكتنج جوينت تخلصه وتروح على الجوينت اللي بعديه تمام. مايجريشن يعني مثلا هتافكتنج الريست بقى كده تطلع على الايه على القلب وتطلع بعد كده على الشولدر بقى كده، دي اسمها مايجراتوري ارثرايتس. انتينو ساينوفايتس هتافكتنج الني والهاند والريست والفيت والانك. طب الديسيمينيتد هلاقي فيها ايه؟ هلاقي عينة بقى جنرال معاه فيفر وشيل وراش وسمول نمبر اوف بابيولز ذات بروجريسنج تو هيموراجيك بوستيولز بريزنت اون ذا ترانك تمام. كالتشرز اوف ذا سينوفا فلويد ار يوجوالي نيجاتيف تمام، يعني مش هلاقي الاورجانز فيها قوي يعني تمام. بلوت كولتشرز انا خدتها بلوت كولتشر هتبقى بوزيتيف تمام، يعني في اورجانيز في الجسم يعني ديسيمينيتد بوزيتيف ان ليس ذان برضه ايه 45%. فليه هو الساينوفيال فلويد تبقى ليه؟ عشان تبقى ديفيكلت اوبتين، يعني انت اصلا هو ممكن يكون بوزيتيف ولكن الداتا يعني الريزلت مش باينه قوي تمام.
بس انت بالكلينيكال بيكتشر وكده، والعيان عنده اصلا انت هو سيكشوالي اكتيف بيشنت كده، فكل الحاجات دي تخليك تارجت اللي انت تفكر ناحيه ايه، الجونوكوكال سيبتيك ارثرايتس، فتيجي لك الفيتوز بتاعتها عاليه. طيب لا، لو العيان كان عنده مايكوباكتيريا سيبتيك ارثرايتس هيجي هيستوري اوف ايه، هو كان عنده تي بي او كان كونتاكت لواحد عنده تي بي، اي لونج هيستوري اوف بين اند سويلينج في الجوينت وماركت سيرفال الثيكنينج، ويجب انفولفمنت اوف وان جوينت بس. تمام، احنا اصلا قلنا في كان الفرق ما بين الرياكتيف ارثرايتس والسيبتيك ارثرايتس، هو الرياكتيف يوجوالي تبقى مونو ارتيكولار. تمام، معايا بقى اعراض التي بي اللي هو برضه جنرالي، زي احنا هنا خدنا اعراض مثلا الجونوريا جنرالي، يبقى فيفر كده، لان الجنرالي عنده ايه، عنده ويستنج للمصل وكده. تمام، واي طبعا تي بي معروفه دايما افكتنج الليمف نود، هيبقى الليمف نود بتاعت العين ده انلارجد وميتد توجذر. تمام، وعنده بقية الأعراض بتاعة اللي هو التي بي، اللي هو نايت سويتنج وفيفر ولوس اوف ويت. هتيجي تعمل انفستيجيشن اكس راي، هلاقي اللي هو الجوينت بقى افكتنج اللي هو السوفت تيشو سويتنج والبيراتيكل اوستيوبوروسيس والحاجات دي. تمام، الفانجل، الفانجل تبقى هتيجي بريزنت باي ايه، باي سبكتينيوس نوديولز. احنا قلنا بتبقى عندنا ممكن في سوبرفيشال مايكروس او دي، تبقى عندنا سبكتينيوس نوديول which is tender and swollen وفيها discharge and sinuses and ulcer. كل الحاجات دي تبقى ايه، هي تبقى طبعا صعبة انت الفرق هو السينسز والالسرز دي هي نتيجة فانجس ولا نتيجة بكتيريا، بس هو واحد بيقعد ايه يستبعده يعني، بياخد سامبل بقى وعينات وكده يشوفوا ايه، يبقى discharge، فبيعملوا يتأكدوا بقى عن طريق هو discharge or biopsy. تمام، لو عملت اكس راي هتلاقي هو الفانجس لما بيبقى افكتنج الاكس راي، هل بيبقى بيعمل في البون ايه، سوري افكتنج اكس راي، لما بيبقى افكتنج البون بالاكس راي بيبان في مالتيبل بون كافيتيز اند بروجريسيف تو بون ديستركشن. ولو كان دي ده هتاخد ايه، هتاخد سامبل من عينه من اللي هما الجوينت افكشن دي وتعملها كالتشر اند سنسيتيفيتي عشان تعرف هي كان دي ده ولا لا. تمام، طيب هتعالج ازاي؟ احنا قلنا عندنا العلاج ثلاث حاجات، يا اما هتعمل مش يا اما هو انت بتمشي كده تدي انتي بايوتيك معاك سبلانتج، محتاجت ما احتاجتش للجراحه. تمام، فانت هنا هنعمل نفس الحاجات، هندي انتي بايوتيك الجونوريه، احنا قلنا بنديها اي سيبتريكزون 1 جرام انترفينس افري كول 24 ساعه. تمام، لما تلاقي اللوكال وسيستماتيك ساين بدات تهدى شويه، ابتدي بقى كمل اورال. يبقى احنا بنبتدي اول حاجه انترافينس، بعد كده بنكمل اورال بقى سيبروفلوكساسين 500 ميلي جرام مرتين في اليوم لمده 7 ايام، وبنسلين ممكن نديها اموكساسيلين، اللي هو الناس اللي هم يعني ممكن ريسبوند بنسلين ممكن ندي اموكساسيلين لمده ايه برضه 7 ايام، 500 ايه 500 ميلي جرام ولكن 4 مرات. وسبورتنج بقى الارثرايتس يوجوالي هات ريسبوندنج، هتلاقي اللي هو الارثرايتس هيبتدي ايه يريسبوند يعني، وانت ممكن تحاول تعمل نيدي الاسبريشن وتشيك كل شويه في بيتحسن مثلا الباص بايه ولا لا، خلال 7 ل 10 ايام. تمام، الناس اللي عندهم تي بي عالج التي بي، ادي التي بي يبقى انت كده عالجت اللي هو السبتك ارثرايتس. عندي اللي هو الكيمو ثيرابي بقى، هو بيدي العلاج بتاع التي بي، هم 4 ادويه، ابتدي اول دوايين بعد كده بتكمل على 4 اللي هو الكورس بتاع التي بي، عندي ايزونايزيد وان بايرزينامايد اكيد ثيم بيتامول. تمام، طيب علاج الفانجس، اي علاج فانجس بندي ايه، امفوتيريسن انتروفينس، ولا في نيكروزس او كده بتحاول شيء اكزايست. امبيتيشن ساعات ممكن مع الاسف نلجأ ليه، احنا قلنا هنا كانت بتعمل ايه البتاع دي الفانجس، بتبقى تعمل ديشارج وساينسز وافكتنج البون وكافيتيز وسبريد، يعني الفانجس هي معناها حاجه صغيره وضعيفه الا لو هي بتتمكن من الانسان هو امينو كومبرومايز بتبقى حاجه فيري سيفير يعني. تمام، طيب لو اللي هو بقى الكانديدا، كانديدا انت تعمل اريجيشن للجوينت وكيرتج، ممكن ترجع برضه الامفيتيريسن بي. تمام، هنيجي لاخر سلايد تقريبا عندنا اللي هو الفيرال سيبتيك ارثرايتس. عندنا ايه الفيروس اللي ممكن تعمل، هناخد بس يعني كلمة عن كل حاجة. عندنا الروبيلا ممكن تعمل، الروبيلا تعمل ارثرالجيا اكتر يعني، اللي بتبتدي الاول ببين ارثرالجيا، بعد كده تبقى فرانك ارثرايتس within a 3 days of the rash following the natural infection. احنا عارفين هو بتاع كورس الروبيلا بتبقى بيظهر فيه راش وكده، قال لي بعد 3 ايام من الراش هبتدي ارثرايتس تبقى واضحة. طيب البارفوفيروس B19 ممكن يعمل ارثرايتس وكمان ارثروباثي وستيفنس اوف جوينت. الهيباتيتس بي بيعمل برضو ارثرالجيا
and fever وارتكاريا بعد الايه بعد الانسد اوف جوندس باسبوعين بيبقى الارثرايتس بتاعهم ايه الصابن والسيمتريكال اند بولي ارثرايتس. هنا بقى مش اوليجو ولا مونو ارتكاريا لا ده بولي يعني افكتنج كذا جوينت اكتر من خمسه او سته of the small joint of the hand in one of the third of the patient. يعني ثلث الناس اللي هما بيجي لهم هيباتيتس بي بيبقى عندهم ايه بي عندهم صابن symmetrical polyarthritis. طب ال HIV infection بيجي لهم ايه برضه؟ طبعا HIV ده احنا كنا بنقول immune compromise هي بيجي لهم infective arthritis ممكن minimal or no symptoms and some recent antiviral agent causes arthritis. نتيجة اللي هو الأدوية دي بيحصل لها crystallization أو بيحصل فيها depositing في الإيه في الجوينت. تمام؟ الأرثرالجيا في الإيدز it is usually zero negative in lower limbs similar to the arthritis or reactive arthritis. إحنا عارفين من ساعات بنقسم الأرثرايتس هو zero negative أو zero positive على حسب أنت تقسمها تقريبا تبع اللي هي روماتويد أرثرايتس أو كده مش فاكرة هذه المعلومة يعني أوي بس هي ساعات بتبقى it is usually zero negative. تمام؟ ممكن هو قصده هنا في الانفكتيف ارثرايتس تبقى مينيمال اور نو سيمبتومز ليه زي فكره اللي احنا قلناها اللي هم الناس اللي هم بيبقوا على لونج تيرم اوف كورتيكوستيرويدز الكورتيكوستيرويد انتي انفلاماتوري والناس دول اتش اي في دول مالهم اصلا الجهاز المناعي بتاعهم متدمر فالجهاز المناعي هو كان بيدي اعراض انفلاميشن فمش موجود فبيحصل فيهم ديستركشن اند جون ويزاوت ويزاوت ريفيلينج يعني سيمبتوم. تمام احنا بس عايزين نعرف على اللي هو على الفيروسز just معلومة عن كل واحد يجي يقول ايه يجي يقول مثلا example ايه الفيروس اللي ممكن تعمل arthritis هقول له روبيلا وبابا فيروس والهيباتيتس بي و اتش اي في ادي اربعة ولا حاجة. تمام بس كده خلصنا موضوع السبتيك arthritis اعمل يعني كنا استفدتوا وفي حاجات في النص ما كنتش متأكدة منها يعني برضه تبقوا راجعوها اللي هو الحاجات بتاعت الاكس راي او كده بس يعني اعمل ان شاء الله تكونوا استفدتوا لو شيء قليل يعني. السلام عليكم.